استاذ محمود صبري، خلينا نتكلم عن الماتش. نتكلم عن الماتشين زي ما تحب. عايز تبدا بالحديث او العوده ايام قليله للمباراه الاولى الاسبوع اللي فات في استاد القاهره، ولا عايز تبدا من مباراه ملعب لوكاس موريبي؟ هو اللي حصل في استاد القاهره هو كان مقدمات للي حصل في ماتش جنوب افريقيا. جنوب افريقيا برضه فوز نتيجه 2-0 كان يعني اديتك نوع من الاطمئنان، قلت لك انه الوضع مختلف عن اللي حصل في الموسم الماضي. عندك فرقه واقفه على رجليها، يعني بتعمل حاجه في الملعب، في شغل بيتم في الملعب، يعني في فرق ملموس. في لعيبه جديده وجهاز فني جديد، في حاجه، في شغل اللي هو الاهلي بيحتاجه، ان يبقى عندك مدرب بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيره. بصفتك كبير تحتاج الى من يدعمك في وقت من الاوقات. بتمر بمراحل، اي فرقه كبيره في العالم بتمر بمراحل. يعني لو جينا هنتكلم على انديه كبيره جدا هتيجي تقف في فترات، بتوصل في القمه وبعدين يحصل لها حاله، ده امر طبيعي جدا، هي دي سنه الحياه. لكن الهدف المبكر في الدقيقه 21 من كره علي معلول لعب دور كبير جدا. خلي بالك كان حاله بمثابه دفعه معنويه للاهلي، ونالت كثيرا من حماس فريق سان داونز. فريق سان داونز حتى لو سان داونز يعني نجح ياخد التعادل بعد 6 دقائق او 4 دقائق بس، وخمس صعبنا عليه المهمه جدا. بس لكن انت صعبت عليه المهمه، يعني بقت المساله مطالب بيسجل 3 اهداف. ثلاث اهداف غير هدف التعادل. غير طبعا 3 اهداف غير الهدف اللي جه، يعني محتاج المساله. فكل ده اداك انت ايه؟ خلاك واقف على رجليك، وربنا سبحانه وتعالى اداك اللقطه اللي في الدقيقه الاخيره، مش هناك ممكن تخلص المباراه نهائيا، لكن برضه يعني اديها لك وانت يعني التوفيق وعدم التوفيق هنا برضه، يعني انفراد 2-1 كان ممكن السولية يسددها، ولكن هو شايف انه ايه بادجي افضل منه. بادجي يعني خانته الكوره، يعني مش خانته الكوره، خانته تفكيره، يعني ما فكرش، فكر على كورتين، ما فكرش في كوره واحده، فكر في كوره واحده كان يعني كان ممكن يشوطها، وكان ممكن يشوطها وتتصد، وكان ممكن تنجي في القائم، وكان ممكن يشوطها تطلع بره. يعني لسه إيه؟ الجمهور في حاله فضول عن اداء بادجي لغايه دلوقتي، لسه ما قدمش نفسه للجمهور، ولسه الجمهور مستني منه كتير يا استاذ محمود. يعني لسه لغايه دلوقتي ما انسجمش بقوته الكامله لسه مع الفريق. هو طبعا لما انا اجيب لعيب محترف عشان اتكلم على الاحتراف، حته ان انا استناه عشان ينسجم، ما خلاص ينسجم، انت خلاص انت مدفوع فيك اللي يؤكد انك انت جاهز. وحضرتك قلت ده الاسبوع اللي فات، انا جايب نجوم جاهزين عشان مش هستنى ان انا اقعد اجربك. يعني المفروض ايه؟ مش عاوزين نقارنه بفلافيو، نقول فلافيو جه وقعد سنه والكوره، يعني في فرق. الواد دلوقتي مش وقت فلافيو، فلافيو كان حاجه تانية. عندك زي ما بقول لك براح، دلوقتي انا جايبك عندي هدف، عاوزك تشيل، يعني تشيل معايا لسه، لان ما اقدرش، مش عاوز اقول مساله محكومش عليه. هو اول مره ياخد مباراه كامله، اول مره ياخد مباراه كامله، لكن محتاج شغل،